هذا وجدد مدير مديرية موزع نائب رئيس فرع المكتب السياسي بمحافظة تعز الشيخ عبد الكريم حيدر العهدة باسم أبناء المديرية بالوقوف صفا واحدا مع المقاومة الوطنية بقيادة مؤسسها العم طارق صالح، مؤمنين بعدالة القضية الوطنية التي يخوضها مع كافة القوى الجمهورية ضد المشروع الإيراني وأدواته ميليشيا الحوثي الإرهابية. إنني اليوم في غاية السعادة وأنا أقف هنا أسجل شهادة للتاريخ بتجرد وصدق وموضوعية، بعيدا عن الزيف وإدعاء المواقف ووضع الأشياء في غير محلها، بل أقول بإنصاف ومنهجية وموضوعية: لقد جاء القائد طارق إلى الساحل الغربي مع بعض الرفاق المناضلين الثائرين الوطنيين المؤمنين بأن كل قطعة أرض في هذه البلاد تمثل اليمن كلها، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، ولذلك انطلق منها إلى بناء جيش وطني حقيقي وشكل المقاومة الوطنية. وهذا لم يكن اعتباطا، بل كان وفق أسس علمية عسكرية وطنية. ورغم كل المؤامرات والعراقيل والعقبات، إلا أنه استطاع بكل جدارة إنشاء مؤسسة عسكرية وطنية ولاؤها لله والوطن اليمني الكبير، وانتماؤها للجمهورية والوحدة والثورة والشعب. وبهذه الخطوات جعل من منطقة الساحل الغربي مثالا للبناء والتنمية والتطور والأمن. ولن أكون مبالغا إن قلت: أيها القائد طارق، لست أنت من تنتمي لتعز، بل إن تعز هي من تنتمي إليك. كيف لا وأنت القائد الوحيد الذي لم يؤمن بالمعركة كمعركة عسكرية فقط، بل إنك قد آمنت بأن المعركة هي معركة عسكرية وسياسية واقتصادية ودينية وفكرية وثقافية واجتماعية. ولن أكون مبالغا إن قلت: أيها القائد طارق، فسعيت ثائرا مع الرجال في كل هذه المجالات، وأسست المجمعات التربوية، وبنيت المؤسسات العسكرية والأمنية والتعليمية والصحية، وأسست المطار، وجهزت الطاقة الشمسية الكهربائية، وبنيت المدن السكنية، وفتحت الطرقات وزفلتها، وبنيت مشاريع المياه في كل مناطق الساحل ومدينة تعز. والأهم أنك فرضت الأمن حتى صارت منطقة المخاء والساحل الغربي مثالا للاستتباب الأمني معا، مما جعلها منطقة جاذبة للجمعيات والمنظمات ولمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وأدخلت المساعدات والإغاثات والتموينات ليس إلى منطقة الساحل الغربي، بل إلى كل مناطق في المحافظة وبعض المحافظات الأخرى.